بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يأتي يقول والله ما تحمل، يقول لا ما في ما تحمل، فيه لجوء إلى الله، في تحصن، في اعتصام، مهما كثرت الدواعي لا تقول. يعني بعض الناس الآن ونسمع من بعض الأشخاص يقول والله بلدي كل فتن، ما تحمل، ما في ما تحمل، في نجاة، في باب نجاة مهيأ لك، في لجوء إلى الله سبحانه، في اعتصام بالله، في مجاهدة للنفس، ينجيك الله مهما كانت الفتن. انظر هذا الذي تعرض له يوسف، هذا الذي تعرض له يوسف عليه السلام الله خلصه منه، حتى إنه قال ربي ماذا؟ نعم السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. مع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور.